إذا نبداو بالدرس ديال السنة التاسعة أو الثالثة من التعليم الإعدادي. الدرس الدالة الخطية والدالة التألفية. إذا نحاولوا نشرحوا الدرس ونعطيو مجموعة من التمارين والأمثلة اللي غنوضحوا بها مزيان الدرس باش يولي درس اللي هو مفهوم جدا. سي بيان، إذا نبداو الدالة التألفية والدالة الخطية. غنبداو أول فقرة اللي هي الدالة الخطية. لما كنسمع أنا الدالة الخطية هي دالة تكتب على، دالة تكتب على الشكل التالي، الشكل التالي. دونك أي دالة تكتب على هذا الشكل تسمى بدالة خطية. أعيد، كل دالة تكتب على الشكل التالي اللي هو f دو x كتساوي ax تسمى بدالة خطية. دونك هنا يعني a فوا x، إذا هذه تسمى بدالة خطية. بمعنى هذه هو الحالة الأولى اللي خصنا نعرفوا على الدالة، شنو هي الدالة الخطية. ملي كنسمع أنا دالة خطية هي دالة تكتب على الشكل f دو x كتساوي a x. مزيان، شنو كيتسمى a؟ هذا a هذا يسمى معامل الموجه أو بيان معامل الدالة. المعامل الموجه أو بيان معامل الدالة. مزيان، كذلك هاد الحل الأول اللي خصنا نعرفو شنو خصنا نعرف شنو هي الدالة الخطية. هي دالة تكتب على شكل f دو x كتساوي a x، يعني عندنا المتغير هو x. اش كيتسمى a؟ اللي هو المعامل الموجه. غنجيو من بعد نشوفو كذلك التمثيل المبياني، التمثيل المبياني ديال، يعني نقدر نعرفوها من خلال التمثيل المبياني. إذا نقدر نعرفو الدالة الخطية سواء f دو x كتساوي a x، أو بيان نقدر نعرفوها انطلاقا منين؟ من التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية. شنو هو التمثيل المبياني؟ دائما كيكون هو مستقيم، مستقيم يمر من أصل المعلم. نعم، دونك هو مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا أي دالة سطيها على هذا الشكل، هذا التمثيل المبياني ديالها على هذا الشكل، نحاول نديرو معلم هنا متعامد ممنظم على هذا الشكل. عندنا هنا محور إكس، عندنا هنا محور إيكغي، وسطي دالة بهذا الشكل مثلا كتسمى دالة خطية. سطيها أيضا بهذا الشكل كتسمى دالة خطية. بمعنى هي دائما عبارة، التمثيل المبياني ديالها عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. هذا هو الشرط الأساسي، مستقيم لكنه يمر من أصل المعلم تسمى دالة خطية. مزيان، دونك من بعد ما عرفنا شنو هي الدالة الخطية، يعني الشكل ديالها كيفاش كتكتب، والتمثيل المبياني ديالها، واش كيتسمى هاد ا، غنكونو سالينا الدالة الخطية. إذا شنو خاصنا؟ ننتقلو للتطبيقات ديال التمارين اللي غنعرفو كيفاش نتعاملو مع التمارين ديال الدالة الخطية. نبداو على بركة الله، عندنا التمرين، نبداو بالتمرين رقم واحد. سي بيان، لتكون، إذا هنا هما عرفوها لنا، لتكون اف دالة خطية. أنا عطيتكم هنا يعني عطاونا باللي اف راها دالة خطية. مزيان، حيث أو لا بحيث اف دو اكس اش كتساوي؟ كتساوي لنا 3 اكس. سي بيان، إذا نمشيو دابا للسؤال. شنو هو السؤال الأول؟ أحسب، السؤال الأول أحسب اف دو واحد، f ديال ناقص واحد، f ديال زيرو. مزيان، بون، من بعد سؤال رقم زوج شنو هو؟ قلنا احسب f دو واحد، f ناقص واحد، f دو زيرو. سؤال جوج شنو هو؟ انشئ التمثيل المبياني،
للدالة اف طبيعة الحال. سي بيان، دونك هنا دابا نحاولوا نجاوبوا على هذا التمرين، نشوفوا الاسئله، باقي نزيدوا مجموعه من التمارين التطبيقيه تتوضح الصوره بشكل جيد. سي بيان، اذا قلنا الداله التالفيه داله خطيه، تعرفنا على شنو هي الداله الخطيه، شنو هي كي كتكتب، شنو هو التمثيل المبياني ديالها. سي بيان، دونك دابا نحاول نمسح ونكمل اجابه على التمرين ديالي اللي هو ديال الداله الخطيه. إذن السؤال واحد، حنا شنو قال لك؟ احسب اف دو واحد، او لا كيقول لك احسب صورة العدد واحد. مزيان، إذن اما كنقولوا احسب اف دو واحد، والكتابة ديالها هذه هي احسب صورة العدد واحد. على بركة الله، حنا عندنا اف دو اكس في التمرين ديالنا كتساوي لنا 3 اكس. مزيان، إذن عندنا السؤال احسب اف دو واحد، نحسب اف ديال العدد واحد، صورة العدد واحد. كنجي لهنا كما كنلاحظوا عندنا اكس، نوضحها مزيان، 3 اكس و اكس. سي بيان، بمعنى كنشد هذا العدد، نعاودها هنا، كنشد هذا العدد اكس وباش نبدلو بواحد، اذا ندير هنا واحد فوالا تساوي 3، وفين ما كان بدلت هذا اكس بواحد، في ما كان شي اكس كنبدلو بواحد، دونك شحال كتساوي لنا؟ هي 3. نمشيو دابا الصورة ديال العدد ناقص واحد، نديرو اف ناقص واحد تساوي 3 مضروبة في ناقص واحد اللي هي ناقص 3. لاش؟ لماذا؟ سي بيان، شنو عندنا هنا؟ اكس كنلاحظو باش بدلناها بناقص واحد، دونك خاصني حتى هاد اكس هادي نبدلها بناقص واحد، صافي وكنحسب بسهولة. نجي نحسب الصورة ديال العدد زيرو، بمعنى اف دو زيرو اش كتساوي؟ 3 مضروبة فاش؟ في زيرو. ها شديت اكس حطيت في بلاصتو زيرو، دونك حتى هاد اكس هذا غنحط في بلاصتو زيرو، إذا النتيجة شنو هي؟ هي زيرو. نمشيو للسؤال نيميرو دو، شنو قالنا؟ أنشئ التمثيل المبياني، سؤال جوج. إذا كنحاول ندير واحد المعلم متعامد ممنظم لي بهذا الشكل هذا، فوالا يعني حلها واحد، هنا عندنا محور الأفاصيل لاكس دي زابسيس، وهنا لاكس دي زوردوني يعني محور الأراتيب، دونك هنا زوج، هنا موان زان، موان دو، هنا أن، إي دو، يانسو دو سويت، موان زان، موان دو، وهنا عندنا زيرو. سي بيان، إذا نجي دابا مي كنسمع أنا هاد العدد هذا، هاد العدد اللي كيكون هنا هو الأفصول، واللي كيخرج هو الأرتوب، اتفقنا؟ دونك هذا هو الأفصول وهذا هو الأرتوب، كنجي كناخد هاد الصور. واخا نمشي واحد، فين هو واحد؟ ها هو أفصول، حيت هذا محور لاكس دي زابسيس أو بيان محور الأفاصيل. شحال هو الأرتوب ديالو؟ 3. نورمالمون غنحاول ناخد 3، عطيني شوية كبيرة، دونك غنعاود المعلم ديالي هنا على أساس نقص شوية من القياسات باش تبان لي ديك 3 مزيان. سي بيان، عندنا هنا إكس محور الأفاصيل محور الأراتيب، نحاول نقص المقياسات، واحد، زوج، 3، هنا واحد، زوج، 3، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص 3، ناقص واحد، ناقص جوج، إي أنسو دو سويت، المهم هذا هو المعلم ديالي، أو إي جي أو بيان معلم متعامد ممنظم. مزيان، نعاود نفس الهضره، قلنا واحد هو الأفصول، هذا هو واحد، أنا نحطو هنا، الأفصول كيتحط هنا، وهذا، الأرتوب ديالو شحال هو؟ هو 3، وهذا، دونك واحد وثلاثة فين كيتقاطعو؟ كيتقاطعو في هاد النقطة هادي هنا، دونك هادي هي النقطة الأولى. نجي لزيرو، ناخد زيرو، شحال هي ليماج ديال زيرو؟ هي زيرو،
دونك غتجي هنا الصورة زيرو هي زيرو، وغنشد المسطرة ديالي وغنرسم مستقيم يمر من هاد النقطتين بجوج هادي بحال هكا، وهذا اش كيتسمى هو التمثيل المبياني ديال دالة اف. المهم نشد المسطرة ونرسم مستقيم كيمر من هاد النقطتين بجوج اللي هي زيرو زيرو وواحد ثلاثة. مزيان، إذا غنحاول نمسح ونمشي نزيد مجموعة من التمارين بخصوص الدالة الخطية باش من بعد ننتقل للدالة التألفية.